يبدو هذا الحلو لذيذاً من وجهة نظري. حسناً يا أفراد العصابة، أروني بطاقاتكم. أتحرق شوقاً لأخذ قضمة من هذا الحلو اللذيذ. يا لسوء حظي، لا يمكنني تذوقه حتى. أفضل أخذ قضمة، لكن يمكنني لعقه في أي وقت. يا إلهي، رائحته الزكية! ماذا؟ لماذا مذاق هذا الشيء مر للغاية؟ يا أبعد هذا الشيء عني. حسناً، رائحته جيدة. ليس حلا بل لوح صابون. أشعر أني محظوظة الآن. مقزز، هذا الشيء ميت صحيح؟ يا، لا تزال عيناه موجودتين. لن يقفز من الطبق صحيح؟ ما الذي يفترض بنا فعله به؟ بو، ليس مضحكا يا أميليا. هل تريدين دحرجة النرد؟ نحن ذا؟ أو لا، علي أن ألعق هذا الشيء. هذا مقرف جدا. أوف، حسناً، علي تنفيذ الأمر فحسب. ما طول هذا الشيء؟ ربما لن يكون طعمه سيئاً للغاية؟ كلا، لقد كان فظيعاً. أنت خائفة يا كلار؟ أنت مجنونة؟ أعتقد أني سأدحرج النرد الآن. مستحيل، يجب علي غرس أسناني في هذا الشيء. لا أستطيع، لقد لعقته. يمكنك ذلك، تحملي يا كلير. يمكنك ذلك. حسناً، سأجرب قضمة. رائحته كلير، في لك من طفلة. أعتقد أننا سنعفيها من هذه المهمة. حسناً، هل أنتما مستعدان للجولة الأخيرة؟ لذيذة! من لا يحب الحلوى على شكل سمك قرش؟ لا لا لا، لا أستطيع التعامل مع أسماك القرش، مستحيل. أنا جادة، سأهرب من الخوف. حسناً، من حسن حظك أنها ليست أسماك قرش. هذا لا يقلل من سوء طبقي. لست مضطرة لأكل واحدة منها، أليس كذلك؟ انظر لمدى لزوجاتها، تبدو كأنها تنظر إلينا. أوف، رائحتها متنة. أبعدي هذا الطبق عني. لا تبدو سمكة القرش سيئة الآن، ألست محقاً؟ هل تريدين واحدة؟ إنها تسبح نحو فمك. ها، طعمها لذيذ جداً. لقد زال أحمر الشفاه عن فمي. ماذا يوجد أسفل الغطاء هذه المرة؟ وأخيراً أبدو كإنسان مرة أخرى. من غير اللائق البدء في الأكل قبل صديقك. لا تكن سخيفاً، افتح طبقك يا ناك. انتظري، هل ترين هذه البطاقة؟ إنها تعني أنه يجب علينا تبديل الطبقين. ها؟ حسناً، أنا موافقة، سأعطيك طبقي. انتبه. حسناً، هل يمكننا بدء الجولة أخيراً؟ أعتقد أنه حان دوري لفتح الغطاء أولاً. سأفتحه الآن؟ مستحيل، كان من الممكن أن تصبح هذه الحلويات من نصيبي. وحصلت على شعيرية حقيقية بدلاً منها؟ مهلاً، تبدو شهية للغاية. حسناً، ما الذي تنتظرانه؟ ابدأ الأكل. هذه أفضل وليمة حصلت عليها في حياتي. لدي الكثير من الحلويات اللذيذة، لكن من يدري، ربما سيعجبني طعم النودلز. حان الوقت لأول لقمة كبيرة ولذيذة. لم أحصل على عيدان أكل مع طبقي. كيف ستأكلها إذن؟ هذا الفرجار مختلف تماماً عن عيدان الأكل الحقيقية. ناك المسكين، ربما يجب عليك أن تأكل بيديك فقط في هذه الجولة؟ أوف، هذا مستحيل. هيا، أجل، وأخيراً حصلت على قطعة وسأكلها لقمة واحدة. لقد كانت تستحق كل هذه المعاناة. لا تقلق، لا أزال أكل أيضاً.
يبدو أن لدينا رابحين سعيدين. لنرى من ستجرب أولاً هذه المرة. ماذا؟ برجر بشريحتي جبن؟ نعم أريده. إنه ساخن. حان دوري الآن. إنه مجمد تماماً. حسناً، هذا غير مقبول. هل سيظل مذاقه جيداً؟ لم أستطع حتى تناول اللقمة لأخبرك. هل بداخله مخلل؟ لأنه يمكنني تدليل بشرتي الآن. لدي بضع قطع إضافية إن أردتها. يبدو أن هذا البرجر البارد مفيد من ناحية مختلفة. وداعاً أيتها العيون المنتفخة. مغفلة. أنت هانا، إنك تلعبين بقذارة. لنرى هنا، إنه دورك يا أوليفيا. واو، هل خرجت هذه التفاحة من الثلاجة للتو؟ كدت أن أكسر أسناني بسببها. لا أستطيع أكلها. حان الوقت لمعرفة ما ينتظرك يا هانا. مفاجأة. أنا أحب التفاح المخبوز. هذا لن ينجح. وجدتها. كنت أعلم أنها ستفيدني. أتمنى لو كانت عليها بعض القرفة. رائحتها زكية. عدا عن سخونتها فإنها لذيذة. كيف ستأكلين تفاحتك يا أوليفيا؟ هل تمزحين؟ كنت أعلم أن الاحتفاظ بمجفف الشعر معي سيفيدني يوماً ما. إنه مثل مايكروويف محمول. بدأت أشتهي فجأة عصير التفاح. واو، هذه التفاحة مليئة بالعصير، صحيح؟ لا تزال مستمرة. انتهيت أخيراً. عصير طازج، من يريد؟ اتضح أن التفاح طعمه لذيذ وهو بارد أو ساخن. بالعافية يا بنات. يبدو أن الألعاب الإسفنجية يمكنها تحمل وزن سيارة كاملة. لنرى ذلك مرة أخرى. تنسحق بالطبع، لكن انظري كيف تعود بسرعة للحياة بعد أن تتجاوزها العجلة. أترين؟ تعود للأعلى. تبدو وكأنها تعود للحياة فعلياً، صحيح؟ يبدو أن أليس تحمست قليلاً في السحب. أعمل أنك لست عطشانة. يبدو أن لا قدر من الألمونيوم يمكنه تحمل وزن السيارة. على رسلك، هذه عدسة مكلفة، انتبهي. كل هذا الفوران يبدو كصوت فحيح ثعبان، مثل ذلك الحبيب الخائن. آمل بشدة ألا أحتاج إلى إطارات جديدة، وإن احتجت فسأرسل الفاتورة لجون. أو لا، أليس، لا تدري هذا الطعام الجيد. جميعها نكهات جون المفضلة. أرى المغزى الآن. حسناً، يبدو أن جون سيضطر للذهاب للبقالة لشراء رقائق بطاطس. من الجانب المشرق، إن كنت تواجهين مشكلة في فتح كيس رقائق بطاطس، فهذه طريقة فعالة. أعني نوعاً ما. التالي، جميع كرات الاستحمام الفوارة التي قدمها جون هدية لأليس. يبدو أن أليس لن تسترخي في حمام فوار في أي وقت قريب. واو، هذه السيارة سحقت الكرات بقوة. بطريقة ما، حتى بعد سحقها لا تزال تبدو هذه الكرات جميلة. من يرغب ببيض للفطور؟ مخفوق؟ مقلي؟ على الإسفلت؟ ليس من المفاجئ أن هذا البيض لم يصمد تحت إطارات السيارة. أوف، كان ذلك مقرفاً. من كان يعلم أن صفار البيض قد يلتصق بالمطاط هكذا؟ حسناً، بقي شيء واحد لسحقه. لحظة، هل ذلك جون قادم مع باقة ورد؟ ها؟
ما الذي تفعله أغراضي على الأرض؟ هل سحق أحد كل أغراضي؟ أليس، هل فعلت ذلك؟ حسناً، يبدو أن أليس قد أساءت فهم نبرة رسالة حبيبها. آسفة، اعتقدت أنك أردت الانفصال عني. حسناً، تفضل صورتك.